الأخبار، الرئيس السيسي بيؤكد أن إعلان المبادئ ساهم في بناء جسور الثقة بين مصر وإثيوبيا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الذي تم التوقيع عليه أمس في الخرطوم بينه وبين الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ديسالين يمثل خطوة إيجابية على الطريق الصحيح. وتشاورنا بشأن مختلف جوانب العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبين الشقيقين. We have been consulting in all aspects of relations between our two countries and two people. وصبت تعزيزها وتطويرها في مختلف أبعادها وعلى كافة مساراتها. وقد تبادلنا أيضا وجهات النظر في شأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية لا سيما ما يتعلق بمسائل السلم والأمن في قارتنا الإفريقية. We have been consulting how to boost all our relations on all tracks. We have exchanged views on several regional and international issues, particularly what pertains to the peace and security of our African continent. كذلك قد تلاقت وجهات نظرنا حول الخطر الداهم الذي يهدد قارتنا والعالم، وهو خطر الإرهاب الذي يمثل تحديا جماعيا يستلزم تضافر جهودنا من أجل مواجهته والقضاء عليه حتى نحمي حاضر ومستقبل شعبنا. We converged on the imminent danger threatening our continent and the whole world. Tourism that poses a collective challenge requiring consolidated efforts to counter and eliminate it. It is our duty to protect the present and the future of our people. طبعا زيارة موفقة والتوقيع على إعلان مبادئ سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم، ثم الرئيس توجه بعدها إلى أديس أبابا في زيارة لأول مرة تستغرق يومين كاملين. غدا من المنتظر والمتوقع أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في البرلمان.